كما تشوف المباراه كانت صعيبه على الفريق اللي حتى هو صعيب اللي جايين واحد الانتصار مع المغرب التطواني. حنا كنا عازمين ان شاء الله هاد 3 بوان رجعوا بها راسنا هما اللونين، حيت ما تيستاهلوش هاد النتائج اللي طلعت المقابلات اللي نازلنا فيهم ما تيستاهلوهاش. كان الترانيم كلو الله يكون في العون كلو كي كان حنا كنا طامعين ان شاء الله باش نحققوا 3 بوان باش نتصالحوا مع الجمهور الحقيقي اللي جمهور حسنية تاغادير اللي تيحب حسنية تاغادير. والحمد لله حنا جينا لهاد الانتصار باش نمشيو حتى حنا مرونا للجورنا ونشوفوا والدينا نشوفوهم على خير، وان شاء الله ملي تبدا ان شاء الله بريباراسيون ان شاء الله نخدموا على هاد كل النقط اللي عندنا ناقصين ونحاولوا نطوروا راسنا باش ان شاء الله نرجعوا للنتائج الايجابيه اللي كنا جينا بها في بدايه العام، وان شاء الله من ان شاء الله نفرحوا هذا الجمهور ويصبر علينا وحنايا راه غادي نحققوا ليه النتائج الايجابيه ان شاء الله. شكرا. نشكر جميع اللاعبين الستاف الناس اللي تاقوا فينا على قبل من مراد الباساجافي اللي دزنا منه كدوز منه اي فرقه في العالم من بعد النجاح ديالها الا كدوز من باساجافي. تفرج في كاع لي دوكيومونتير ديال الفراقين اللي نجحوا في العالم كامل الا كيدوزوا من هذه الفتره الفراغ عاد باش كتجي انتكاسه وعاد باش كتجي من مورا انتكاسه كتجي تقليعه وكيجي الحمد لله. كنبغي نشكر كاع الدراري واحد بواحد اللي بلا بهم بلا الصطاف هذا ما يمكنش لينا نظهروا بهذا النيفو هذا اللي الحمد لله وصلنا لهذاك لو نيفو لاننا ولينا كنربحوا وكنمتعوا والحمد لله. ملي كتولي كره القدم كتولي ان بليزير وكتربح منا هذا هو لوبجيكتيف ديال الصطاف اللي كان جا من النهار الاول. الحمد لله وصلنا لواحد 50% من دول لي زوبجيكتيف اللي كيقول لنا المدرب. باقي تا معنا عمل جبار، توقف ديال 50 يوم يكون في صالحنا. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا الخير ولا خوف على هذا الفريق فضل ما عنده هاد الرجال هادو اللي واقفين معاه ديما. كان سهله هادشي فريق شباب المحمدية اللي فريق منظم، حنا كنا جايين 3 الهزائم كنا بغينا نفرحوا الجمهور ديالنا الحمد لله ربي وفقنا وكنت المسجل الهدف ديال الانتصار. نقول للجمهور السوسي شكرا على المسانده ديالكم ومازال الخير قدام ان شاء الله. رساله للجمهور كنقول لهم دائما كنشكرهم على المسانده ديالهم وكنقول لهم صبروا علينا ان شاء الله وغيكون غير الخير منا لقدام ان شاء الله وغادي نمشيو بابعد نقطه في البطوله الوطنيه ولما نفوز بكاس العرش ان شاء الله. On a fait une très bonne entame de match. Les 25 premières minutes on a dominé sur tous les plans physique, tactique, tout. Donc c'est pour ça que cette victoire elle a été bien méritée. Donc alhamdoulilah les joueurs ils ont bien appliqué ce qu'a fait l'entraîneur et on est très fiers de cette victoire surtout à domicile et on l'attendait. Alhamdoulilah, victoire méritée, rien à dire d'autre.